بناء على تقييمات نهاية العام المنصرم قمنا بإعداد ورشات متعددة تتناسب مع رؤيتنا في مسار التعليم المدرسي للعام الدراسي 2023-2024. المعلمين اكتسبوا خبرات من خلال هذه الورشات، اليوم هم يقومون بتطبيق كل ما تعلموه في هذه الورشات ميدانيا في الحصة الدرسية. اولا تحسين التدريس، يعني مهارات التفكير تساعد المعلم على تطوير اساليب تدريس اكثر فعاليه، يستطيع تطوير مهاراته المهنيه. مجتهد مجد، في شيء من جوا عم يدفعه. شيء موضوع الفاعليه هي ان تفعل الاشياء الصحيحه. اي تعزيز لا يجذب المتلقي ليتفاعل مع المرسل، وهنا اقول المرسل والمتلقي، والمقصود واضح ان المرسل هو المتحدث. بالنسبة لي الشيء اللي فاجأنا بالورشة هو المحتوى العلمي، المحتوى العلمي الغير تقليدي. فاحنا دائما كنا متعودين ان الورشة تقييم تعزيز يعني كلمات بسيطة، لكن كانت مفاجأة كبيرة انه محتواها كبير، استخدام ادوات جديدة، وسائل تعليم جديدة، كلمات تحفيز. فهذا الامر والله كان رائع جدا، وكانت الافادة من هذا الامر بشكل كبير.